إذن إذا سمعتم من ينادي بالتقريب والتقارب بين اليهود والنصارى والمسلمين باعتبار أن اليهود على دين سماوي والنصارى على دين سماوي والمسلمين على دين سماوي، فقل له أفل لك، كيف تنادين بأن نتقارب مع من يقولون إن الله ثالث ثلاثة؟ كيف تدعون أن نقول إن الله هو المسيح ابن مريم؟ وكيف تدعون إلى من يقول إن عيسى ابن الله، وبين من يقول إن العزير ابن الله، وبين من يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، وبين من يقول يد الله مغلولة؟ قل لي بربك، أعندك عقل؟ أعندك فطرة سليمة؟ أما فهمت أما فقهت مدلول التوحيد والعبادة لله؟ ما فهمت؟ والله إن موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام لبريئان مما عليه اليهود والنصارى اليوم وبعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن من كفر بمحمد من يهود أو نصارى أو غيرهم فقد كفر بالإسلام بل برب العالمين. محمد رسول الله إلى الناس كافة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ليس بمعنى بأننا متقاربون بأننا أخوان في الإنسانية.